السلام عليكم بنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. اللي راه جديده معنا واول مره تدخل على القناه تاعي، مرحبا بك. انا بشرى، قناه توتيسكريب. انا هذا راني ماشيه نخيطه الربيع والخريف، على خاطر القماش هذا جاي خفيف بكل بساطه. بصح نتوما تقدروا تستعملوا قماش اللي يكون غليظ وديروا نفس الفصاله ونفس طريقه الخياطه وديروه معطف شتوي. فوالا. الوغ بنات، هنا نحتاجوا 2 متر من الساطان تاع لا دوبلوغ و 2 متر من القماش من اختياركم. الوغ نبداو. بسم الله. قبل ما ننسى، هذا التيشو شريته في المارشي تاع ميلوز، حسبوا لي 3 يورو لو متر ولا 2 يورو لو متر، هو جاي في الدخله تاع المارشي. وهذا شريته 1 يورو لو متر عند الستاند عيسى. بون، تشوفوا البنات هنا راني طاويه القماش على 2 ونجي لهنا وهنا على ظهره، باسكو راني ماشي نرسم بالطباشير ديريكت باش ما نوسخش القماش في وجه الشباب، نرسم على ظهره. فوالا. الحاجه الاولى اللي نبدا بها ندير خط مستقيم. هذا خط مستقيم غادي يساعدنا باش منه من هذا ونجيو مهودين باش نرسمو الباترون تاعنا. الحاجه الاولى اللي نبدا بها الرقبه، ندير 8 سنتيمتر. نعاود نولي نحسب نصف الكتفين، عندي انا 40 نقسمها على 2 تجيني 20. فوالا. عاود من هنا نهود بثلاثة سنتيمتر، ثلاثة سنتيمتر. عاود من لهنا هكذا نربط هاد النقطتين. هنا اللي تبغي تحسب عرض الكتف الواحد شحال فيه، ترفدي تاخدي عرض الكتف وتشوفي الى عندك نيشان. انا عندي 12 سنتيمتر، انا تخرج لي دائما نيشان. انا الكتف تاعي فيه 12 سنتيمتر، الكتف الواحد يعني. ابخي عاود من هنا نهود ب 2 سنتيمتر، هذه تاع الظهر. بون، انا هنا راني نبدا تاع الظهر طبعا، توجور هنا نهود ب 2 سنتيمتر ونرسم التكويره تاع الظهر، التكويره تاع الرقبه تاع الظهر. فوالا. عاود منا نهود 23، هذا التركيز تاعي، يعني من اعلى منطقه في الكتف الى فوق ارتفاع الصدر، يعني ارتفاع الصدر نقص له واحد 2 حتى 3 دو، علاش باش التدويره تاع الابط ما تجيناش كبيره بزاف. عاود هنا نزيد نرسم هنايا خط عمودي هنايا هكذا. عاود هنايا ندير دوران صدر، انا دوران صدر عندي 94. هنا انا راني باغيه تجيني نكون الاس في لافيس تاعي، مش باغا تجيني مزيره. الوغ نزيد حتى 3 سنتيمتر، نزيد حتى 3 4 سنتيمتر. فوالا. نعاود نزيد نعاود نرسم من هنايا، نهود بخط هكا عمودي، نهود زاويه قائمه ونرسم حرده تاع الابط، ستوري تجيكم احسن. عاود من هذه النقطه نديرو الطول تاع لافيس تاعنا شحال انا باغي نديرو فيها. هنا نحسب 91 ونزيد واحد 2 سنتيمتر، واحد 2 سنتيمتر نحسب 93. الوغ عاود هنايا، هنايا الوغ هنا راني شويه فوق الركبه. الوغ شوفوا البنات، هنايا هنا لتحت غادي نحسب دوران الارداف ونزيد نقسم دوران الارداف ونقسم على 4 ونزيد من 5 حتى 6 سنتيمتر. علاش؟ باش كي نديرو هنايا الايفازي والايفازي يجي فايت على الارداف، ما يجيناش مزير بزاف. الوغ ندير هكذا. الوغ سما درت دوران الارداف نقسمها على 4 ونزيد حتى ل 5 سنتيمتر، 1 2 3 4 5 6، 5 حتى 6 سنتيمتر. فوالا. الوغ نعاود نولي نجي هنايا من هنا، هنا نهود بالايفازي. هنا دوران الارداف ونقسمها على 4، تشوفوا بلي عندي اون مارش، يعني ما يجينيش مزير عند الارداف.
فوالا هنا راني خرجت الظهر. راه تشوف البنات هذه هنا من ناحيه الظهر، راه الامام مين نخرجه نخرجه منه، غادي ندير هكا غادي نقلب. شوف اليدين الاكمام كانوا هنا، واش غادي دير؟ غادي نقلب هكذا ونخرج الامام من هنا. شوف هاني حطيت الظهر من هاد الجهه، غادي نقص هنايا هاد لا ديزيغ نقصها، وهنايا غادي نبدي نقص من هنا. هنا غادي نقص هادي لا ليزيغ نقصها، وتشوفوا البنات هنا غادي كي نقص ما غاديش نقص نيشان مع هذا، غادي نقص هكذا. علاش؟ على خاطر الهيه في الامام في عند الصدر راني ماشي ندير كيما دي بانس، كي ديروا دي بانس كشغل القماش يطلع من تحت. الوغ هادي غادي ناجوستيها حتى التالي حتى التالي. بون راني ماشي نبدي نقص ونوريكم. هنا غادي نقص على 1 سنتيمتر على بخي 1 سنتيمتر. علاش؟ خاطر راني ماشي ندير لو زيب فيرمتور اكليغ. بون هنا راكم تشوفوا هكذا مويا على خاطر ناحيه لاكري طباشير لي رسمت باش ما ننساش. هنا 10 سنتيمتر، فوالا نرسم. بون درت 9 ماشي 10، وبعد نشوف الى خصنا نزيد. فوالا هادو هما الامامين. شوف ما ننسى هنايا ندير اون بتيت بانس. هنا نحسب 3 5 سنتيمتر. الوغ تشوفوا كيفاش درت، باش يجيو تماما مثل بعض. شوفوا هنايا عند الكم تاع الامام دائما يجي داخل شويه. الوغ هنا واش ندير باش ما ننساش؟ ندخل هنا معلش نقص لابان صح. باش يجيوني كيف كيف. الوغ فوالا ها الامامين، ها الظهر، غادي نخرج الاكمام. بون البنات غادي نوري غادي نفوت في تفصيل الاكمام. شوفوا البنات غادي نوريكم طريقه سهله درتها لكم في البدعيه، ويبان لي حتى وحده ما تنبهت على هذه الطريقه السهله. الوغ هنا لازم يكون عندنا دوران الذراع، هذه المسافه من لهنا خص يكون عندنا دوران الذراع. نقص 37 كي نقسمها على 2 تجيني 18 سنتيمتر، 18 سنتيمتر نزيد حتى ل 2 سنتيمتر. فوالا راه عندي كافي. الوغ شوفوا البنات تبعوا معايا مليح. شوفوا ناخذ الظهر تاعي، نبدا ناخذ هذا المنطقه تاع الاخر تاع الكم. شوفوا كيفاش نحطه، حط هكذا، حط بهذه الطريقه. نحطه هكذا شفتوا كيفاش نحط؟ شوفوا الكول هاو وين راه، الكول راه هنا. نحطه هكذا كشغل ماشي هكا، لا نحطه هاك. وهاو الدركم تاعي
منه لهنا نهود ب46 هكذا 46 عاود في الذراع وين حبست نحسب الدوران 28 مقسوم على 2 ونزيد حتى 2 سنتيمتر نهود هكذا فوالا ها الكم تاعي الكمين دروك واش غادي نزيد ندير غادي نزيد لو هنايا هذاك اللي تجي هنايا هكذا مو لي فولون انا الكم تاعي فيه 62 لا مونش تاعي ندير فيها 62 الوغ شوفوا واش غادي ندير غادي ناخذ اه فوالا اب نحط هكذا نحط هكا لا مونش ونحسب منه نحسب منه خليو هكا حل 1 سنتيمتر نحسب طول الذراع تاعي شحال طول الكم تاعي شحال فيه انا عندي 62 نزيد حتى 3 سنتيمتر اون سي جامي ندير 64 كلش فوالا وهنا هذا هو الكم تاعي فوالا اخبار البنات كملنا البنات شوفوا غادي ندير حل علامه نحسب نفس المسافه اللي عندي هنا 6 سنتيمتر يعني هنا هاد المسافه نهود بيها ندير هكا علامات نجي هنايا ونطوي نتوما ما راكمش مجبرين ديروا هاد هكذا بصح اللي تبغي دير كيفي دير كيفي ناخذ لي زيبانكل باش ما نغلطش شوفوا خذوا لي زيبانكل ايبانغليو هكا تفهموا علاش دوك تفهموا باش تجي كيما لا فيست اللي يخرجوا من عند الحوانت كانها مشريه ها واش ندير شوف نقلب هكذا ونقص هكذا شوفوا خليها بي على جهه وغادي نزيد نقص قطعه من هذا القماش 6.5 ونزيدو 2 سنتيمتر 6.5 7.5 8.5 ديروا قطعه تاع 8.5 هكا هنا نزيد نقص تاني ك باش ندير هادوك لي فخوفخو اللي في الامام اخ شوفوا البنات طول تاع هاد القطعه طول تاعها لازم يكون لازم يكون الطول زائد النصف يعني هاد القطعه هاد المستطيلات خص يكون خط حنا ماشي نديرو دي فرونس غادي ماشي ندير فيه دي فرونس دونك هادي لازم تكون طويله طولوها مليح ومن بعد الا يكون زياده معليش نقصوه الوغ شوفوا البنات الحاجه الاولى اللي نبدا بها غادي ناخذ هاد القطعه شوفوا ما جاتنيش الاخر طولتها باش يجيني باش نخدم على راحتي
ناخذ هذه القطعه ونخيطها هنايا. هذه لا دوبلور تاع الامام. غادي نخيط هنا، غادي نخيط هنايا لي دو كوتي يمين ويسار. الوغ شوفوا البنات، هنا هاني خيط الامامين تاع لا دوبلور. واش غادي ندير؟ غادي باش يكون عندنا كل امام كي كي الامام تاع الدوبلور، كي الامام تاع كل امام تاع الدوبلور، كل امام تاع لافيست. واش غادي ندير؟ غادي ناخذ، شوفوا الامام تاعي، هاكا نولي ناجوستي، لازم يكونوا قد قد. شوفوا البنات، غادي نبدي نخيط هاد لي بانس. شوفوا هاني درت لي بانس تاع لي دو تاع الامامين. ناخذ الظهر، نحط الامامين، هنا غادي نركب الاكمام، نحط الكم هذا الوجه، ونجيب القطعه هذيك المستطيل اللي درتها بعير هكذا، نجيب النصف هنا، سمحوا لي نجيب النصف مع النصف ونفتح، نجيب هذا هنا هكذا. الوغ لا ليميت مع لا ليميت، فوالا ندير دي بليس هكذا، مكش بليتانك، وندير نفس الشيء، نجي هنا نخرج هكذا لا ليميت، ندير نفس لي بلي. هنا سي نورمال خرجته شويه على خاطر باش الكم هنا ما يجيناش عوج. هنا خرجت شغل واحد لواحد ان دو، هنا خرجت ان دو وهنا خرجت ان دو، علاش باش الكم ما يجيش عوج. غادي نخيط هنا، نحي لي زيبان، نخدم الاولى، نعاونو لي نخدم الثانيه بنفس الطريقه، بصح نحط هذه قدام هذه باش نعرف الا مانيش غلطه. شوف كش خرج كم، خرج شباب، شفتو كش خرج؟ خرج شباب. الوغ البنات غادي نحدد، غادي نحدد هذا هنا، نخدم دابور الكم الثاني. كيش ندير؟ ناخذ الكم الثاني نحط هذا واحد اون فاس لوتر هكا، نعاود نجي هكذا ونخدم بنفس الطريقة. الوغ تشوفوا الكم الأول والكم الثاني. واش غادي ندير؟ نركب الأكمام مع الكتفين، نخيط هذا، نخيط البنات هذا الكم، نزيد الكم الثاني، نعاونو لي نبلع الجوانب. الوغ شوفوا البنات، هنايا درت لابوش، ركعت شابه لداخل، درت هاد لابوش عيطوها بوش بيزان. الوغ ان شاء الله ما غاديش نوريها لكم في هاد الفيديو، خاطر سينو الفيديو يجي طويل وتقعدوا عليا راجل الفيديو ممل طويل طويل طويل. الوغ غادي نوعدكم غادي نديرها لكم فيديو بوحدها ان شاء الله. دروك واش غادي ندير؟ غادي نرخد، شوفوا هنا لابوش. الوغ غادي ناخذ منه من الاكمام نطوي هكذا، نشوفوا لازم الخياطه تجي مع الخياطه، شفتوا هنا الخياطه مع الخياطه، خياطه كذلك هنا مع الخياطه هنا، اب ونخيط.
الوغ شوف البنات، هذه في الامام، هذيك المستطيل اللي قصيته طويته على 2، خيطت هنايا من الداخل. شوفوا خيطت هنايا من الداخل، درت لا فيزلين، حددت مليح، خيطت هنايا من الداخل وقلبت. واش درت؟ اه فوالا، واش درت؟ درت قعدت ندير دي بلي، هنا وجدت دي بلي، هنايا دي بلي. واش غادي ندير؟ غادي نخيط هنا. كي جات شابة في الأمام تدروك واش راني ماشي ندير؟ ماشي نخيط القماش، يعني لا دوبلوغ، كيما خيط لا فيست نخيط لا دوبلوغ. الخطوات هي نفسها تتكرر، ما غاديش نعم في مهال. الوغ شوفوا البنات، هنايا بوغ لا فيرمتور اكلير كنت ديجا درت لكم فيديو في بليزيوغ فوا تاع فيرمتور اكلير. الوغ شوفوا ها، جي ايبانغلي بلاصه لا فيرمتور اكلير، و جي ايبانغلي نخيط الخطره الاولى بلا لا دوبلور، ومن بعد كي نزيد نجي نركب لا دوبلور نعاود نزيد نخيط الخطره الثانيه باش نقبض لا دوبلور وفيرمتور اكلير نيشان. شوفوا خيط هاد الجهه، نعاود نخيط الجهه الثانيه. البنات هنايا هنا دائما كما قلت لكم في الفيديو تاع جيكوتوز، دوروا وتيبانغليو، تقبدوا مليح بالايبانغل. بون هنايا تقبدوا بالايبانغ الخطره الاولى قبل ما نديروا لا دوبلور. علاش؟ باش كي نجيو نديروا لا دوبلور جينا ساهله، ما تقبلناش لا فيرمتور كلير. فوالا نحي لي زيبانغل، هاني خيط لا دوبلوغ تماما مثل لا فيست في اليدين في كلش تماما كيف كيف يعني. الوغ شفتو هنا كي جات في الامام، هادي هكا فوالا. الوغ كي خيط خليت فتحه، الفتحه اللي خليتها هنا في الكم، هذه الفتحه خليتها هنا في الكم. علاش؟ دوك تفهمون بعد علاش. دروك الخطوه التاليه اللي راني ماشي نديرها هي تركيب لا دوبلوغ مع لا فيست. الوغ تشوفوا ناخذ الوجه تاع لافيست مع الوجه تاعها، الوغ نحط تاع لا دوبلوغ هنا الوجه مع الوجه ونديرو هكذا هكا اوب، نديرو هنا خياطه. شو كي تقصو نيشان كي الدوبلوغ كي لافيست تجيكم الخياطه تحتح لكم بالسيف عليها تطيح مع الخياطه. الوغ هنايا نكشو بلي زيبانك، توجور عاونو روحكم بلي زيبانك. لا هي نفس الطريقه اللي درتها في الكارتون، بصح حتى هي هنايا الكارتون ما كاش فيه الاكمام وهذا فيه الكم. نقول لكم الكم كيش ديروه. الوغ ايبانغليو هكذا بانغلي كامل الطور، وخليت اليدين لي مونش ما درتلهمش لي زيبانك، نكمل بالاوتور بعد نعاونو في لي مونش ونبدي نخيط كامل اوتور. بسم الله. راح تشوفوا البنات هاني خيط كامل اوتور، كامل اوتور هنايا، بصح ما خيطش لي مونش. الوغ قبل ما نقلب واش غادي ندير؟ غادي ندير هنايا فتوحات صغيره كيما نداري. الوغ هنا عند القنت توجور نقص هكذا، هنا ندير هكذا فتوحات، بصح ما تمشيش جوسكا الخياطة على خاطر سينو خياطة تنحل. لي مونش واش ديرو؟ شوفو تخرجو لا مونش هكا وتحطو خياطة هكذا مع الخياطة ونجيو هنا هكذا. شتو كيفاش شغل تقلب هاك فوالا هاكا وتخيطو تيبانغليو وتخيطو.
peux épingler comme ça. Voilà. Ce qui fâche au tréteau. Tréteau autour. Les deux manches. Alors voilà. Hakajin. Ce que je dis, c'est la manche. تاني خيط اليد الثانيه. دروك واش تندير؟ بكل بساطه هذيك الفتحه اللي خليتها هنايا في لامونش نقلب لافيست نتاعي. الوغ واش ندير قبل ما نبلع الفتحه الاخيره؟ خاصني نفيريفي الى هنا ما عنديش ان الى راهم نيشان كيف كيف. الوغ هنا تشوفوا باللي راهم تماما كيف كيف. بون في الاخير تشوفوا نبلعوا هذه الفتحه ما نساوش نبلعوها. الوغ الحاجه التاليه اللي غادي نديرها غادي نفوت خياطه نخرج هنا خياطه هنا هكا هنا من هنا نفوت على الكول نعاود نجي هاوده من حتى لهنايا. واش ندير ونحدد قبل ما نخيط نحدد كل شيء ونعاود نخيط اللي قلت لكم. وبهذا نجي وهنا تاني هنا كذلك نخيط هنا كذلك نخيط. وبهذا البنات نجي مكمله التوتو تاع اليوم نجي مكمله الفيديو تاع اليوم. ما تنساونيش بالبارطاج وباللايكات وتنضموا القناة الثانيه يوميات جزائريه مغتربه. تهلاو في روحكم بزاف بزاف. نقول لكم اين بروشان فيديو ان شاء الله. Thank you.